آخر أخبار ظهور الدجال باليمن، فيديو حصري والرابط ديال الخبر خليكم في أول تعليق. الحماق هذا، الدجال في صفة إنسان تلعبونا على العقول ديالنا، بغاو يحمقونا. الضحك على الذقون، فيديو حصري نخليكم تشوفوا معايا ونعطيكم بعض التحليلات. بقى معايا حتى الاخر وتعرف كلشي بالتفاصيل. الحماق هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، موضوع جديد مع فيصل برشلونة، يعني فيصل المدن. هذه القناة الاحتياطية الثانية، أنتم عارفين علاش بطبيعة الحال. تطلبوا منكم ما عدا البارتاج واللايك والمشاركة في القناة، ذلك فضلا وليس أمرا. أنتم عارفين شروط اليوتيوب شنو كيوجد لينا. عندكم معكم الألغاز باش تفهمونا. أيها المشاهد الكريم، كنتي واخد المهراز ولا ما واخدوش، فيصل برشلونة خوك وحبيبك. هذه القناة منتجة جميع أنواع ديال خوتنا وحبابنا اللي كنهضروا بلغة واحدة، اللي كيفهمونا وكنفهموهم بطبيعة الحال. يعني ما كاينش واحد تحيز لهذا أو هذا، أنا في الوسط كنعطي التوعية والتنوير، لا ولا أكثر، ماشي التخويف، باش نكونوا واضحين وواقعيين معكم. الخبر ديال اليوم ظهور الدجال باليمن. الحماق هذا، التخربيق هذا. ندوم معكم بالدارجة والخشي باش تفهمونا. فيديو حصري، الناس ناقلة لنا ظهور الدجال باليمن وكيصوروه، التعاليق وسبعة ديال الساعات وما كيصوروا فيه. انت كتقول هنا كيدخل الشكوك والتشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني الناس ولاو كيديروا لنا تجارب اخرى عن طريق الهواء، ما نعرفش اللي كيسميوها الاخوه اللي كيفهموا في هذا الشيء هولوغرام، المهم ما فهمتش انا، فهموني. انا نوريكم فيديو حصري والناس كتصور والناس كتغوت، ولكن فاش كتشوفوا النيت بحال اللي راه هو بصح، باش ما تمشيوش غالطين. ظهور الدجال في صفه انسان، هبطنا على سيدي بالسهام وهبط بهادي، كتقول ويلي بزاف هذا الحماق هذا. ما كان العقل الباطني كيقول لي مصدق. علاش؟ لحقاش عندك ضعف بالايمان، ضعف في الايمان ديالك، انت الشيء علاش كتصدق. كاين الناس ما مصدقاش بطبيعة الحال، كاين الناس اللي واخد المسألة بالضحك بطبيعة الحال، ولكن فاش كتشوف هذا الأمر هذا كتقول ويلي ظهور الدجال، وكتشوفو هابط نعم سيدي وصوح الصوت نعم سيدي، وكتشوف داك ويلي كتغاغى، كتولي مغاغي بوحدك. واش هادشي بصح؟ بصح. انا نوريكم فيديو حصري سبعة الساعات، والله العظيم الا سبعة الساعات راه راسكم يضركم، راسكم يضركم فاش كتشوفوها. كتقول صافي جينا لنهاية العالم، ظهور علامة الساعة. من هنا نبين لكم الخبز، الكل بيد الله. مابقاش نقولوا ظهور علامة الساعة ولا ظهور هادي ولا ظهور هادي، هاد الهضرة ديما حنا كنقولوها بلا ما نكبروا الموضوع بزاف، بلا ما نعطيو واحد القيمة كبيرة بزاف. لا 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 لا، متفقش معاكم، متكبروش من حجم الموضوع وما كنخلعوش الناس. حنا بعض المواضيع دوينا فيهم بطبيعة الحال، بعض الإخوان تخلعوا بطبيعة الحال، ما بغيناهمش يتخلعوا، ما بغيناهمش لاقاش. ربما كاين شي واحد شي حوايج كانوا واقعين شحال هادي، دابا عاد تحللنا عيني، لاقاش تسدوا علينا البيبان وتسدوا علينا بزاف ديال الحوايج، ولينا حاضنين الصغيرة والكبيرة. البق ما يزهق كلشي، وكانوا الأول من الموضوع تنكبروا فيه بزاف باش تبقاو على خاطركم الخوت. كنتي واخد انا ما كتكون لنا حياة واحدة، انا فاش كتجي نموت كتجي لدقة واحدة وتقول مرحبا بها، اخر ما تبقى نموتو بلا ما
بقاو نتخلعوا بعضياتنا، حنا خصنا نفوجوا على بعضياتنا ونرتاحوا نفسيا بعضياتنا، وكل واحد اللقاء ودي بعضيا مع بعضياتنا اقل ولا اكثر. مالكم مكبرينا؟ مالنا زينين من الموضوع؟ مالنا بشويه صلاوي ولا صلاوي بشويه علينا، ولكن ندخل معكم في اسم الموضوع. شوفوا معايا الموضوع اللي نوريكم دابا، نوريكم مباشرة ظهور الدجال. وحقيقة كتقول هذا الشيء واش بصح؟ هاد شو التعليق ديال الناس؟ كتبين التعليق والعرام ديال الناس. انا بركتي هنا هاد السبعة ديال الساعات، نشوف ثلاثة، سمحوا لي ثلاثة ديال الساعات و17 دقيقة. هاد دابا انت كيفاش كتشوف هذا الشيء في اليمن؟ وهذا الشيء بان في اليمن داروا عليه تجارب بطبيعه الحال، داروا عليه تجارب عند الدول، اللي بان في تركيا، اللي بان في هادي، اللي باين في هادي. كتقول ويلي واش هذا الشيء بصح؟ وانت راسك تبقى يضرك، والله العظيم راسك تبقى يضرك. هانت سمحوا لي مع التليجرام والواتساب كيبقى يدخل بزاف. هانت شو التعليق ديال الناس؟ شحال واحد كيتبع؟ هانت اش يلا جديد حديث الساعة، وكتستغرب كتقول اش هاد الشيء؟ هانت هذا هو قالك اسيدي ظهور الدجال. الدجال في صفة إنسان، هانت أنا بالسلام هابط من الفوق وكيطلع. أنا ما فهمتش زعما هادشي صحيح؟ ويلي لا صحيح، نحكو على بعضياتنا. هانتوما يا إخوان، هانتوما باش تعرفو شنو كاين، باش ما نطولوش في الموضوع بزاف. هانتوما وهانتوما اللي شفتو لاحظتو معايا التصويرة كتكرر وكتعاود تكرر، يعني نفس التصويرة طلع فوق هبط نفس التصويرة، والناس كتغوات. هات هذا واحد البروغرام ديال بغاو يطيحونا بداك الفخ، يوهمونا على انه سوف يخرج الدجال ويخرج فلان. حقيقة غريب. هات اش بان لكم الاخوان؟ خلونا هادشي في التعاليق ديالكم، عطونا الراي ديالكم. انت الصوره كتعاود تكرر بوحدها، وبلا نطلقوا لايف عرفتي، لايف مباشره نطلقوا لايف، يعني نصور داكشي مباشره من عين الحدث. هادشي حصري الرابط خليكم في اول تعليق. لا ما لقيت ما نقول، والله العظيم ما لقيت ما نقول، اقسم بالله العلي العظيم ما لقيت حتى شي حاجه. اش نقول لكم؟ ما لقيت ما نقول. انتوا شفتوا كلشي بعينيكم بطبيعه الحال، كلشي بعينيكم. ظهور الدجال كان في باليمن، انا بعدا كنا بقى بقيت حالي في امي واحد اللحظه بحالي بغيت نتيق زعما واش هادشي بصح. وبنت نطلق اللايف، نعم اسيدي، وبنت راه كيغوات، وواحد يقول الله اكبر، واحد الغوات، صداع. واش داك الشيء موفو برك؟ الله اعلم، ما كتعرفش شنو كاين. هادشي ولا كان الناس كيلعبوا به، زعما كاين الضحك على الدقون، شبتكم الضحك على الدقون هي هادي، بغاو يضحكوا علينا. والله العظيم يا ربي سبحانه وتعالى تيقول لك كن فيكون، يعني لا بغا تدخل القيامة بلا ما يتشاور معاك، ولا يبين لك فلان في الكلان، كن فيكون، صافي سالات الهضرة. صافي بلا ما نطولو ونقصرو، وأي واحد غلط يدخل للقرآن، يدخل للأحاديث. أنا لست بعالما في الدين، ولست عالما بشي حاجة أخرى، أنا الفهم ديالي على قدي، ما نقدرش نشرح لكم شي حاجة نتعمق فيها وأنا ما فاهمليهاش، داكشي خلي الناس مختصة الدين، الناس الإمامة، والناس اللي عندهم هما فتاوي ديال الدين، الناس اللي متخصصة داكشي. حنا ما شاء الله غادي مع الوقت، والله يدير شي تاويل ديال الخير. خوتي وخواتاتي،
عندكم تخلعوا دور الدجال. الدجال كيزيد يظهر يخرج لنا بعين وحده، وحده مغطيه وحده باينه، صافي يخرج تلاقاو معاه فاس فاس. حنا مالنا اش دايرين؟ عمر قلبك بالايمان وبالله سبحانه وتعالى، قول له اجي اجي نوريك حد يديك لبس اللي قالت وانا معاك. خوتي وخواتاتي ما تنساوش المشاركه في القناه، ذلك فضلا وليس امرا. هذه القناه مازالت جديده ودرنا احتياطيه على حساب القناه الاولى، انتم عارفين الشروط ديال اليوتيوب ما نكثرش عليكم. ذلك فضلا وليس امرا، البارطاج ولي لايك باش كتعجبوني. تبارك الله عليكم. وبغيت الناس اللي واخدين المعراج واللي ما واخدينش كلنا نكون خوت يد واحده من اجل الحصول على الدواء او الوصول الى الحقيقه. كلنا يد واحده، راك فيك خويا، فيك امي، فيك با، فيك بنتي، فيك ولدي، فيك الصديق ديالي، الصديق ديالي، الصديقه ديالي، فيك كل شيء. مرحبا بك في هذه القناه، وحبكم في الله، والسلام عليكم. وبارطاجوا على القناه. تبارك الله عليكم. شكرا جزيلا. ظهور الدجال قالك في اليمن وتيق الضحك على الدقون.